السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع أوبن بروجكت من المواقع اللي بتديك خدمة إن أنت تعمل إدارة للمشروع زي إم إس بروجكت كده. فأنت ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أشوف مشروع من المشاريع الموجودة، أو تعالى نفتح البروجكت تقدر تعمل مشروع جديد، أو تقول له فيو أول بروجكت يجيب لك كل المشاريع اللي موجودة، ولكن مثلا ديمو بروجكت فيبدأ يجيب لك معلومات عن المشروع، عدد الأشخاص تقدر تضيف أي أشخاص أنت عايزهم للمشروع دوت، لو في أي جديد في المشروع تقدر تروح للممبرز بحيث إن أنت تضيف أشخاص آخرين. تمام، هقول له ضيف لي شخص معين وتبدأ تشوف الصلاحية بتاعته هتبقى إيه، يعني مثلا يبقى ممبر ريدر بروجكت أدمن. أقول له دلوقتي أنا عايز أخش على الورك باكج، دي كل الحاجات اللي موجودة. في بعض العمليات مايلستون، في حاجات استس بتاعتها سكادول. طيب انا عايز ابدا ادخل اشوف الجراند شارت اهيت، اقدر اسحبها بالشكل دوت. اي عمليه من العمليات ممكن اغير التاريخ بتاعها. تمام اهوت، زي البرومافيرا والام اس بروجكت تقدر تضيف اي خانه هنا كمان. يعني اقول له مثلا انا عايز هنا الديت، الستارت ديت، الاند ديت، ابلاي، فيبدا يضيفهم لي هنا هم. فتبدا تشوف الحاجات اللي فيها مشاكل، اللي هي التواريخ اللي هي احنا دلوقتي يوم 8، فالتواريخ دي عدت، فلو العملية ما اتنفذتش يبقى كده في مشكلة. تمام، هنا تبدأ بقى تشوف الحاجات اللي هي assigned to me، يعني الحاجات اللي المفروض انت تعملها، created by me، الحاجات اللي انت عملتها، يعني زي ما تقول بتعمل فلتر للحاجات اللي انت عايز تشوفها.